السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من العاصمة جمينة ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي كل من المدير العام لبنك الإفريقي للتنمية وكذا مدير مؤسسة أفريكان باركا، حيث تناولت المقابلة تعزيز وتقوية التعاون بين البلاد وهاتين المؤسستين. تقرير الزميلة زينب سليمان جبريل. تمويل أكثر من 16 مشروعاً على المستوى الوطني وخمس مشاريع على المستوى الإقليمي كانت بيت القصيد من المقابلة التي جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع وفد البنك الأفريقي للتنمية برئاسة السيد راني أوبام لونغ. كما طرحت المقابلة عدد من الملفات ذات الصلة وأبرزها إدراج تشاد وعدد من الدول الأفريقية بينها جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية ومالي وكونغو برازافيل والكاميرون في قائمة أولويات البنك. وخلال المقابلة أكد المدير العام للبنك بأن مؤسسته ترافق تشاد في برامجها المدرجة حول التنمية الوطنية والتي نظمت خلال طاولة مستديرة لحجز الدعم في أوائل شهر سبتمبر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس بحضور عدد كبير من المؤسسات العالمية. وحاليا يطلع البنك الأفريقي للتنمية في تمويل المزيد من المشاريع الاقتصادية في تشاد وعدد من البرامج الوطنية. وخلال المقابلة قال المدير أيضا أنه يسمن جهود الحكومة التشادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد والبحث عن اقتصاد بديل، وخاصة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يلعب دورا كبيرا في مد جسور التواصل الإقليمي بين مختلف الدول الأفريقية. المقابلة كانت بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيد إنغتو يومباي وعدد من مستشاري فخامة رئيس الجمهورية بالأمان العام والمكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية. وعقب المقابلة أكد السيد أوبام لونغ بأن مؤسسته تدرس حاليا في إمكانية تمويل عدد من المشاريع الحيوية في تشاد وأبرزها المشاريع ذات الاقتصاديات البديلة. ومن الجدير بالذكر أن البنك يمول حاليا مشروع بناء سلخانة جرماي ومطار مدينة أم جرس وعدد من المشاريع والبرامج في مجالات الصحة العامة ومكافحة الأوبئة وكذلك تمويل قطاع الثروة الحيوانية والزراعة. أما المقابلة الثانية فقد جمعت فخامة رئيس الجمهورية مع السيد جيلدي ديسكيل المدير العام لمؤسسة أفريكان بارك المسؤولة عن محمية زاكوما، وتناولت المقابلة ملف إدراج المحمية في الموروثات العالمية عبر منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة. كما تناولت المقابلة أيضا رغبة أفريكان بارك في ضم وتسيير عدد من المحميات الطبيعية في تشاد وأبرزها بحيرة وينغا التي أصبحت الآن ضمن الموروثات العالمية، والعمل يجري الآن في ضم مدينة أرشي في هذه القائمة. وعقب خروجه من المقابلة أكد السيد ديسكيل أن العمل يجري على قدم وساق فيما يتعلق بدعم كل هذه المحميات، والآن أصبحت بحيرة وينغا موروثا عالميا. كل هذا بفضل دعم الرئيس إدريس ديبي لنا. وننوه بأن المقابلة كانت بحضور وزير البيئة والصيد وعدد من معاوني فخامة رئيس الجمهورية.